لن أدخل في لعبة الشكر. الحرب قسمتنا وبعدتنا عن بعض، وصارت الصورة عن الشخص الثاني مشوهة ومخيفة ومرعبة للأشخاص، لأن كرامة الإنسان وكرامة العقل البشري والمساواة بين الناس بين بعضها هي محفز رئيسي للمجتمع بلبنان أنه يبقى متضامن حقيقة مع بعضه. لأنه أحيانا فكنا دائما نرجع لحقوق الإنسان والحريات العامة اللي بيتمتع فيها الإنسان، لا نقدر نحن نحكي عن قديش حقيقة هالمجتمع عم يؤدي خدمة أو هالدين عم يؤدي خدمة أفضل للمجتمع. ما ممكن لهالقيم أنها تختفي.